وفي النساء مريم فالزهرة فابنة الصديق بعد الكبرى وخير قرن مات فيه النبي ثم ثلاث بعده فأقرب وسائر الصحب عدول خيره وما جرى وسائر الصحب عدول كمل وما جرى من حربهم مؤول ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة والاختلاف نعمة للأمة والأشعري قدوة مقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 13 من كتاب أسهل المسالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي النساء مريم فالزهراء فابنة الصديق بعد الكبرى. وترتيب النساء على ما ذكره المؤلف وهو الصحيح عند أهل السنة والجماعة أفضل النساء على الإطلاق مريم، ولذلك قال بعض العلماء بنبوتها ولكنه ضعيف. أما الرسالة فلم تكن امرأة قط رسولا مطلقا، والصحيح أنه لم توجد امرأة نبية، وإنما مريم عليه السلام وآسية امرأتان صالحتان وليتان من أولياء الله تعالى. وما ورد من الآيات يدل على الوحي على هات النسوة المباركات مؤول، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وكما وقع في قصة مريم عليه السلام، وكل هذا مؤول، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالوحي هنا بمعنى الإلهام، ألهم ربك إلى النحل أن اتخذي من ألهم ربك النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. وهو أي الرسول إنسان ذكر أو حاله من لم تكيفه الفكر، وقال بلغ من بعثت فيهم حكم الدعوة إليه يقتفيهم، وإن يكن الوحي بحكم قصرا عليه فالنبي فيما اشتهر. فالصحيح أنه لا نبي قط أنثى كما سيأتي. ابنة الصديق ثم بعد ذلك الزهراء رضي الله تعالى عنها، فهي أفضل النساء بعد مريم على الإطلاق. وقال قول بتقدم الزهراء وهو الذي يميل إليه السيوطي، وقد قال في كوكبه الساطع والمرتضى تقدم الزهراء بلوى على مريم العذراء، ولكنه قول مرجوح، والصحيح أن مريم أفضل منها، وله أدلة في ذلك. ابنة الصديق ثم بعد ذلك ابنة الصديق بعد خديجة الكبرى، فخديجة بعد الزهراء، هذا هو الترتيب الصحيح. والدليل على ذلك أن الله تعالى أرسل إليها السلام وبشرها ببيت في الجنة. أما عائشة رضي الله تعالى عن الجميع ونفعنا بالجميع، فأرسل لها جبريل السلام مع رسوله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين سلام جبريل وسلام السلام تعالى فرق كبير جدا. وخصوصيات خديجة لا تدانيها فيها امرأة مطلقا، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها لا تدانيها غيرها من النساء إلا خديجة، فإنها أفضل على الصحيح. وسائر الصحب نعم، وخير قرن ما أتى به النبي، فخير قرن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة إلى ما في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قطعا سلف، والرابع فيه خلاف والخامس خلف، وثالث القرون قطعا سلفوا، وخامس القرون قطعا خلفوا، ورابع
ورابع القرون فيه اختلفوا، هل سلف أو خلف؟ من خلفوا؟ من خلفوا التابعين وتابعيهم وهم العلماء الراشدون، اختلفوا في رابع القرون. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أربعة، وهذا يكون الرابع داخلا، وهذا غير صحيح، أو فقط ثلاثة، وهذا هو الصحيح. وسائر الصحب عدول كملوا، انتبهوا هنا انتباه الفاطيني، فسائر الصحب عدول، جميع الصحب وإن تفاوتوا في المراتب تفاوت النجوم وتفاوت الشجر وتفاوت بني آدم في الفضل، فجميعهم عدول، خير خيرون مزكون صلحاء عالمون عابدون مباركون، جميعهم عباد صالحون لا يقاسون بمن بعدهم من التابعين، ولو بلغوا في درجة العبادة والجهاد أكثر من جميع الصحابة لا يقاسون بهم. وإلى ذلك أشار المقري لعلة تفضيل الصحابة على غيرهم بعلة دقيقة جدا، فقال والصحب كلهم عدول خيره، فمن يريد وجه اعتدائهم يره، لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي. فالعلة الأصلية في تفضيلهم على غيرهم هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والموت على الإيمان، فتلك الرؤية لا يدانيها عمل. ولذلك عبد الله ابن المبارك عندما سئل هل معاوية بن أبي سفيان أفضل أو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن الجميع، غضب وقال غبار فرس معاوية بن أبي سفيان مجاهدا في سبيل الله تعالى خير من عمر بن عبد العزيز. وهذا لا يشك أحد في أن البيت الحرام ليس أفضل من مسلم، ولكن إيش؟ لماذا؟ هذا يريد أن يسد هذه الذرائع الفاسدة على الفاسدين، وإلا فبيت الله الحرام أفضل منه أي مسلم يمشي على وجه الأرض. وعليكم بحديث الترمذي، نظر ابن عمر إلى البيت الحرام وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك. هذا شيء واضح، لكن لا يقال له سد ذرائعي. وإلى ذلك أشار سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراق السعودي في باب سد ذرائعي بقوله سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، هذه قاعدة أصولية. لكن الناس الآن أبعدوا من سماء الأصول من الأرض السابعة من السماء السابعة، أبعدوا من ذلك، فهم يتكلمون بالأصول ولكنهم هيهات، ما أبعدهم من الأصول وما أبعدهم من الوصول، وإنما هم في النزول والهبوط. استغفر الله من قول بلا فهم. من حربهم مؤول، ما جرى من الحرب بينهم فهذا مؤول، وخلاصة الأمر أنهم اجتهدوا والكل له أجر. فمعاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنهما اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وأما علي وجمهور الصحابة معه فاجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، والكل مأجور مغفور له. وقد قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، الخطاب للصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وعد الله تعالى الجنة. فقد خلاص انتهى الأمر. وكما قال عمر بن عبد العزيز المسألة محلولة من كلام السلف، عندما سئل عما جرى بين الصحابة قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا وسيطهر منها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وما جرى من حرب مؤول، ولذلك قال في محارم اللسان عاطفا على المحرمات اللسانية وذكر ما بين الصحابة شجر إلا مبينا أنهم على بصر. وكذلك قال في الكوكب الساطع، وكذلك قال في الإضاءة ولا تخوض فيما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا خضت الغلط، احذر لا تخوض العامي، من كان عاميا فلا يخوض في هذا، وعلماء هذا الزمان وعوام.
ومن كان راسخا في العلم فاحذر، فالمكان خطير، احذر إذا خضت الغلط، فالأمر صعب والصحابة أمرهم صعب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، محذرا من ذلك. لا تتخذوا هدفا، لا يكون واحد منكم كل ما يريد أن يقيس واحد بنفسه يقول الصحابة يعني فعلوا كذا أو اجتهدوا وأخطأوا ووقعت منهم المعاصي ووقع كذا. لا، لا تجعلوهم هدفا، لا تجعلوهم هدفا تبررون به مواقفكم السيئة الرذيلة الخسيسة. لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي، فهم نجوم في الثرى من اقتدى بهم إلى معالم الحقيقة. فما جرى من الحروب من المؤول ما ليس على ظاهره كما قلنا. ومالك وأحمد والشافعي، هؤلاء أئمتنا الأربعة الذين انعقد الإجماع على تقليدهم ولا يجوز الخروج عن مذاهبهم. وفي ذلك يقول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقي السعود: والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيره الجميع منع حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى، لأنه مجتهد، يعني المهدي عليه السلام. وتعلمون من تعلمون من أين أخذ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم مراقي السعودي؟ لم يأخذه من جيبه ولم يأخذه من تحت إبطه كما يقول المجرمون الحاضرون الآن، بل قال في آخره: أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغوار والأنشاد مما أفادنيه كتب المهرة، إلى أن يقول كالشرح للتنقيح والتنقيح مما أفادنيه دروس المهرة علماء، ومما طالعت من كتب العلماء الراسخين، قال كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح، مطالعا لابن حلول اللامعة مع حواش تعجب المطالعة. وتعلمون القرافي تنقيحي معروف، وكذلك السبكي. تعلمون كم كتاب جمع منه السبكي؟ جمع الجوامع يقولون إنه جمعه من 120 من كتب العلوم الأصولي. هؤلاء الأربعة هم المجمع عليهم الآن، وليس ذلك تفضيلا لهم على الصحابة حاشاهم، ولكنه لم تبلغنا مذاهب الصحابة ولم تثبت سند ثابت، مع أن ما أجمع عليه الأمة معصوم، أمتي لا تجتمع على ضلالة. وقد قال لكم هذا العالم الأصولي المحدث الذي فاق أقرانه ونظم كلام العلماء قبله: إن المجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد، وأمتي لا تجتمع على ضلالة، كما في الحديث. أبو حنيفة الإمام التابعي، فإمام أبو حنيفة تابعيون قابل الصحابة، وأما مالك فصحيح أنه تابع التابعين، والشافعي تلميذ مالك، وأحمد تلميذ الشافعي. على هدى من ربهم ورحمة، هم كلهم على هدى من ربهم ورحمة لإجماع الأمة على اتباعهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة. والاختلاف نعمة الأمة، يشير إلى أن اختلافهم اختلاف المجتهدين ليس اختلاف الحاضرين. اختلاف الحاضرين نقمة على الأمة، نقمة على الأمة، لأنه لا يرجع إلى أدلة صحيحة ولا إلى مشارب لغوية ولا إلى مفاهيم صحيحة، فهو فساد على فساد. أما اختلاف المجتهدين فهو نعمة ومشاربه مقبولة، لأنه يقع الاجتهاد من تعارض نصين بالنسبة للمجتهدين، واحد يأخذ بهذا وأخذ بهذا يظهر له ترجيح هذا. في الظاهر لا تتعارض النصوص القطعية، وقد تكون نصوص غنية فتتعارض، أو من اختلاف اللغة أو اختلاف الفهم، هذا شيء يتعلق بهم. هذه مرتبة. وقد قال الإمام الشافعي: حق يعني مقام المجتهد بالنسبة للمقلد كقول المجتهد بالنسبة للمقلد كقول الله تعالى بالنسبة للمجتهد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.